المهم السبت 5 فبراير 2022 جمعية مجد بني ملال للدراجات الهوائية كتنظم رحلة على مرحلتين، بني ملال مراكش، ثم غدا إن شاء الله غادي نديرو مراكش أسفي ثم العودة. كنتمنى إن شاء الله تدوز الرحلة في ظروف حسنة. كنشكروا الإخوان اللي انخرطوا معنا في هذه الرحلة هذه، والإخوان الجدد تما مرحبا بهم، ونتمنى الأمور تدوز بخير وعلى خير. راه عارف الطريق شوية طويلة وكاين الريسك ديال الحديد كثير، دونك نحاولوا نضيبات ديما اليمين وجوج جوج، والله يوصلنا بخير وعلى خير ان شاء الله. Just grab my hand from him.